مشاكل عدة يتخبط فيها سكان قرية ثنيت سعيدة ببلدية عين يقود. فرغم المقومات الفلاحية التي تتمتع بها المنطقة، إلا أن التنمية بها لا تزال متأخرة. في أمور الجاز، في أمور تريسيتي أو ناقص تريسيتي، الطرقات بتشوفوا بها عين المكان، الطريق ناقصة، المواطنين المساكن ما كانش، تريسيتي ناقص عليهم ما كانش، هم يعانيوا، الجاز ما كانش. الركبه المواصلات نتاع الاولاد اللي يقراو نتاع المدرسه النقل ما يجيهمش، اول طلب الغاز التريسيتي الماء والطرق. رانا مهمشين ما استقلينا، ما شفنا استقلال، رانا ما شفنا استقلال خلاص وما استقليناش، ما شفنا استقلال، رانا محقورين مذلولين. لا كار للزبالة اخي شفتوها صورتوها بنفوسكم شفتوها. المواطنون طلبوا بتوفير الظروف الملائمة لممارسة نشاطهم الفلاحي والذي تدهور في السنوات الأخيرة. عندنا عامين، عامين الفلاح الحال هنا في المنطقة هذه، عامين وما يعانيو، الموتور تاعهم كل راقدين، اللي تحرق تحرق وكلش، راهم يهنوا فيهم سون الغاز، سون الغاز ما درت لهم والو، ما جبت لهمش لي بوست هذوك باش تعاونهم باش يكون لي فورس، باش تفورسي لهم لي بومب تاعهم. الفلاحين راهم عندهم عامين وثلاث سنين ما نجوش قد هكذا بسبب التريسيتي. رئيس البلدية من جهته كانت له توضيحات حول بعض مطالب المواطنين. لو كان نجي نشوف العدد تاع السكان اللي كاينين ثم، اولا العدد قليل، ثانيا انه السكنات نتاعهم سكنات متفرقه. هل يعقل نروح لسكنات متفرقه ونخلي مجمع؟ من الناحيه المنطقيه نقول نروح للمجمع، بعد ما نكمل المجمع نروح للمناطق المبعثره او السكنات المبعثره. في بعض الحالات انه كاين هما اللي يطيشوا، يجي فايت من تم يطيش واش عنده، وكان في بعض الحالات انه البلديه العمال، وهنا اعطيتهم تعليمه انه ما يزيدش يفرغوا في المفرغه هذه. عندنا مفرغه واحده في عين ياقوت، الحافله استغفر الله الشاحنه تعود تفرغ في المفرغه العموميه في عين ياقوت وما يزيدش يفرغ هنا. في انتظار تحقيق مطالب السكان على ارض الواقع، تبقى ثنيت سعيده تبحث عن السعاده التي لا يراها سكانها الا في اسم قريتهم.